عملنا مع بعض الطبق الرئيسي الشواك، ودلوقتي هنعمل مع بعض الكيكه. هتكون كيكه عين الجمل. عين الجمل نوع من المكسرات اللي هو بيتقال عليه في بعض البلاد لوز او جوز تقريبا. فديت هتكون المهم ده الشكل بتاعه، ودوت نوع المكسرات اللي احنا هنستعملها. المحتويات بتاعت الكيكه، انا هفصل الصفار عن البياض، وتقريبا في معظم الكيكات اللي هنعملها هنعمل نفس الطريقه استجابة للأسئلة اللي بتيجي، لأن معظم الأسئلة عندهم مشكلة لما بيجوا يعملوا كيكة، ليه الكيكة بتهبط. فسبب من الأسباب بيكون درجة حرارة الفرن، وده السؤال اللي سألناه لمعظم الناس، وقلنا لو عندك فرن، لو الوصفة بتقولك حطي الكيكة في فرن درجة حرارته هادية أو متوسطة، تبقى درجة الحرارة كام؟ طبعا جت لنا درجات كتيرة، في منها قال 90 أو 80، وفي منها قال يعني ارقام مختلفه. فلو احنا مسكنا درجات الحراره وقلنا ان درجه التجمد بتبقى صفر اللي هو بالسليلوز، وبالنسبه للفهرنهايت 32 دي درجه التجمد، بعد كده درجه الغليان بتبقى 100 بالسليلوز، وبتبقى 212 ده الغليان، ده احنا بنتكلم على سائل. لكن طب بالنسبه للفرن ايه الموضوع؟ بالنسبه للفرن لو الحراره، لو الوصفه بتقول درجه متوسطه، بيكون 350 اللي هي الفهرنهايت، وبيكون 170 سيلوز، او اذا كان فرن هادي بيبقى 120 و220، ولو كان فرن عالي بيبقى 190 و375 او 400، وده بيتعمل للبيتزا والعيش البلدي والحاجات دي. فاجي هنا نخفق بياض البيض الاول، وهنعمل الاول ان انا هجيب البياض دوت واسيبه الاول اعمله زي المرنج. اما بقيه المحتويات اللي هحطها هنا هيبقى عباره عن سكر، وهتبقى جبنه ريكوتا، وعين الجمل دوت ممكن اجيبه ويبقى مجروش، او بكسره القطع بتبقى يا دوبك حجمها كبير شويه، وخصوصا عشان لما اجي اقطع الكيكه يبقى حجمه وشكله كويس جوه، مش محتاجه يبقى زي البودره، فبحط جزء منه كده اهو. وكمان من بقيه المحتويات اللي هستعملها هتكون برتقانه، بجيب البرتقانه وبقشرها او بعملها البشر بتاعها، بس البشر اللي بره، وعشان كده لازم اغسل البرتقانه واتاكد انها مغسوله ونظيفه، عشان الجزء البراني هو اللي هستعمله بس. هستعمل زبده وهستعمل دقيق، وبعدين هزوق بشويه شربات، وممكن ازوق كمان واستعمل مربى مشمش او اي مربى، لو عندي مربى برتقال ممكن اعمل كده. فبضرب هنا بياض البيض، وانا ممكن اعمل دي كده، بس ايه، في كانت حاجه الواحد وهو صغير يقول لك ادي ودني وادي مناخيري، ويعمل بايده الاثنين لغايه لما يتلخبط ويمسك حاجه ويعمل الثانيه. فاحنا ممكن نضرب دوت ونضرب ده مع بعض، وبعدين هضيف عليه السكر ونكسب وقت هنا شويه. لو حبيت احط شويه فانيليا صغيرين ممكن اعمل كده وتديها النكهه. احط هنا السكر واخفقه، وبعدين الزبده اللي هحطها تكون زبده طريه، يعني الزبده بتكون بره الثلاجه بفتره طويله، والسبب ان انا عايز اخليها بره الثلاجه بره فتره طويله انها تدوب هنا بسرعه. هنا بياض البيض خلاص تقريبا انضرب، وبعد كده هاجي واضيف الزبده، هحط الزبده هنا واخفقها برده، اخفقها جامد لغايه لما تندمج مع بقيه المحتويات هنا اهو. وبعدين هضيف عليها البرتقان، نجيب قشر البرتقان ونحطه. النكهه بتاعتها يعني في مره بنعمل برتقان، مره بنحط ليمون، مره بنقول برتقان وليمون، صدقوني كل مره حاجه بتختلف. انا اي نعم كل الكيك اللي عملته استعملت فيه دقيق، بس كل كيكه مختلفه، كل عجين استعملت فيه دقيق، زي ما كل حاجه بنحط فيها ميه، بس مش هي نفس الاكله. فكل حاجه بتتعمل لو حطيت حاجه قبل حاجه بتخلي الوضع مختلف والطعم مختلف. بعدين بحط الجبنه الريكوتا، وفي ناس كتير بتسال منين بتجيب الجبنه الريكوتا، لو مش موجوده في قسم الالبان ممكن تستعيد عنها بالقشطه الفلاحي، بس المهم الجبنه الريكوتا بتبقى كتل او قطع، فبتحتاج انك انت لما تحطوها في قلب العجينه بتخفقوا العجينه جامد علشان تدوب وتتفتفت وتبقى تندمج، ما تبقاش قطع او كتل جوه هنا. فباجي هنا بقيه المحتويات اللي عندي هيكون عين الجمل بضيفها، واللي بيبقى ناقص او اللي فاضل عندي هنا هو بعد كده بيبقى الدقيق. مش هحتاج انا المضرب عشان اضرب الدقيق، انا احتجت المضرب لما كان عندي سائل كتير،
لكن لما اخلط حاجه صلبه زي ديت بحتاج معلقه او حاجه بلاستيك زي اللي معايا ديت. فهاجي هنا احط الدقيق، بضيف الدقيق هنا اهوت، وبعدين ببتدي اقلب بقيه المحتويات ديت كده اهوت على بعضها، وبعدين هيبقى عندي بياض البيض اخر حاجه هضيفها. بعد ما بخلط كل دوت مع بعضه كده اهو، واتاكد ان هو اندمج تماما، ده شكل العجينه. هاجي اخد جزء من بياض البيض احطه هنا واكرر نفس الحكايه. متهيألي عملناها كتير، وكفايه ان احنا نبتدي نتعود العاده الجميله ديت، ان احنا لما يبقى عندنا كيكه وعايزين نفصل او عايزين نعمل الكيكه نفصل صفار البياض الصفار عن البياض ونعملها بالطريقه ديت. حتى لو الوصفه مش بتقول ديت، هتدينا كيكه هشه وندخل اكبر كميه هواء جوه الكيكه. هقلب ديت على قد ما اقدر، بحافظ على الهواء اللي هو في بياض البيض. وبعدين لو حبيت احط اي مكسرات ممكن اعمل كده، لكن دي كيكه عين جمل بس، فافضل انها يفضل عين الجمل وما احطش حاجات تاني معاها. بعد ما اقلب كل دوت واخلطه كويس جدا، بجيب الصينيه اللي احطها فيها، وديت ممكن تتحط في اكتر من صينيه. ممكن استعمل الصينيه اللي هي المدوره ديت او الصينيه ديت حسب انا عايز ايه. بس قبل ما استعمل الصينيه، كل اللي براعيه ان انا بدهنها زبده وبعدين احط الدقيق وعشان ما تلزقش. وبعد كده هنا بحط هنا العجينه ديت جوه الصينيه ديت، وديت هتتسوى في فرن درجه حرارته متوسطه، اللي هي كام بالظبط مش هقولها، انتوا عارفينها. فدرجه حراره الفرن المتوسطه زي ما قلنا في بدايه الفقره بيكون اللي هي 350 سيلولوز او 350 فهرنهايت و170 سيلولوز، واسيبها لغايه لما تستوي. ولما تطلع ممكن نزوقها ونقدمها باكتر من طريقه. لو انتوا فاكرين احنا ممكن نحط شربات، ممكن اجيب شربات، بجيب الكيكه وبقلبها، او اجيب مربى. لو عندي مربى هنا، ممكن عندي مربى مشمش، ممكن احط مربى عليها من فوق هنا اهو، و او ارش سكر بودره لو حبيت. بحط المربى بتلمعها وبتديها طعم، بتديها طعم ظريف ونكهه حلوه. ولو قطع المشمش فيها، لو نوع المربى اللي انا جايبها جامده، بحطها على النار تسيح شويه، او ممكن احط عليها شويه شربات. وديت باجي ازوقها بعين جمل، بحط قطع عين جمل كبيره، واحده كده لكل قطعه انا هقدمها حسب انا هقطعها ازاي واقدمها ازاي. فده هتكون طبق الحلو بتاعنا. ممكن نقطع واحده منها ونوريك شكلهم شكلها من جوه عامل ازاي. نقطع واحده هنا اهوت، ونقطع هنا الكيكه ديت. ممكن اقطع قطعه هنا كويسه بوحدتين عين جمل مش بواحده بس، واجيب الطبق اللي اقدم فيه. ممكن ارش عليه شويه سكر بودره على الطبق نفسه، مش لازم يبقى على الكيكه نفسها من فوق. واجيب قطعه كيكه زي ما احنا شايفين حلوه جدا من جوه، قطع عين الجمل باينه فيها، ودوت عشان حطينا قطع عين جمل كبيره. ولو حبيت انا ممكن اجيب قطع شوكولاته وازوق بيها الكيكه من فوق، او لو اخليها زي ما هي كده، دي حاجه ترجع حسب الرغبه انتوا تحبوا تقدموها ازاي. لكن بالنسبه لي انا ممكن اكلها بالشوكولاته، ممكن اكلها من غير شوكولاته، وكفايه عين الجمل عليها وكل النكهه اللي احنا حطيناها، وكمان شويه المشمش اللي حطيناها فوق هيديها طعم ولذعه ظريفه. اتمنى انتوا تجربوها وان شاء الله تنال رضاكم.